يلي رح يصير اليوم. يعني حنسمع في عشرات الكلمات للدول المشاركة في هذا المؤتمر لدعم لبنان، ولكن خليني روح مباشرة إلى النتيجة. سنسمع كلاما جميلا، سنسمع كلاما معسولا، رح نجمع تبرعات ما بعرف، أكيد هي تحت السقف المتوقع بكتير، لأنه يعني مثل ما قلنا الخلاف الأمريكي الفرنسي في وجهات النظر ممكن أن يعني يؤثر سلبا على وسيؤثر سلبا على هالمؤتمر، ولكن شو المتوقع، شو المرتقب، وشو النتائج اللي ممكن يعطينا إياها هذا المؤتمر، علما أنه أي حدا بيعمل مبادرة تجاه لبنان هو مشكور. يعني نحن ما عم ننكر الجميل، ولكن عم نجرب نقرشه على أرض الواقع. نعم، اولا سمر، موضوع المؤتمر ما راح يطلع عن موضوع الاطار الانساني والدعم قدر المستطاع للمؤسسه العسكريه. ليه؟ لانه اولا الولايات المتحده تنظر للجيش اللبناني كشريك استراتيجي لها، وهي الموكله بدعم الجيش والتسليح والتدريب وما سوى ذلك. ما تعطي لفرنسا اي هامش بالاطار هذا لتدخل مثل ما بيقولوا يعني بالعاميه الشريك مضارب بالجيش اللبناني، ما راح يصير هذا الموضوع. الجهه الوحيده التي تستطيع حشد مليار دولار لدعم الجيش اللبناني هي الولايات المتحده، وبحسب المعلومات يعني هوكسين لما اجى على لبنان التقى مع قائد الجيش ومع رئيس حكومه صرف الاعمال نجيب ميقاتي، كان في نقاش حول حاجات الجيش اللوجستيه والبشريه ومن عتاد لتعزيز وجود الجيش بمرحله لاحقه بجنوب الليطاني. وكانت امريكا عم تعلن عن استعدادها بهذه الاجتماعات لتامين كل ما يريده الجيش وكل ما تتطلبه هذه العملية الانتشار. وعشان هيك نحن عم نشوف اليوم من المتوقع أن يكون السقف دون المتوقع تقريبا، يعني إذا اليوم متوقع مليار دولار ما حتتعدى ضمن 400 مليون أو 500 مليون دولار التبرعات، وحتكون أكثر لحاجات إنسانية أو تلبي حاجات الجيش بالصورة الحالية وليس بصورة الجيش المنتشر في جنوب النهر الليطاني، لانه هذه بقى تجي حتما من الجانب الامريكي وما راح يفتحوا المجال الفرنسيين يفوتوا على هذا الاطار. يعني لا على وقف اطلاق النار واشنطن حتخلي باريس تفوت، ولا على موضوع الجيش اللبناني راح تخلي في فتحه تفوت منها فرنسا، خصوصا انه الفرنسيين يوم عم يبحثوا عن دور بالشرق الاوسط ولقوا من الازمه اليوم او الصراع او الحرب المشتعله بلبنان فرصة للدخول والتمكين السياسي الفرنسي في منطقة الشرق الأدنى مثل ما بحسب التوصيف الفرنسي والأمريكي، من باب الدخول بالعملية السياسية بين بيروت وتل أبيب وتنفيذ القرار 1701. بس يمنا في فرق أن فرنسا لما صدر 1701 كانت فرنسا جاك شيراك، في فرق كثير كبير. اليوم فرنسا إيمانويل ماكرون ما عندها خلينا نقول لا الموني يعني كموني ولا الادوات المطلوبه لفرض ما تريد من سياسات، عشان هيك حنبقى بترقب وانتظار للدور الامريكي اكثر ما هو للدور الفرنسي.